السلام عليكم اعزائي التلاميذ، ومرحبا بكم على قناه تي ام بي. بالنسبه لهذا الفيديو هذا غادي نخصصوه باش نتحدث على الان سي جي، المدرسه الوطنيه للتجاره والتسيير، باش نزودكم بمجموعه من المعلومات عن كيفيه الالتحاق وولوج هذه المدرسه. اذا المحاور لهذا الفيديو هذا غادي تكون على الشكل التالي: اولا اهداف التكوين وخصوصياته بطبيعه الحال في الان سي جي، مدن تواجد المدرسه الوطنيه للتجاره والتسيير. المحور الثالث هو مدة الدراسة والشهادة المخولة. ورابعا شروط الترشيح، يعني كيفاش، شنو هي الشروط اللي خصك تكون فيها باش تترشح للمباراة اللي كتفتحها المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير. خامس مرحلة هي كيفية الترشيح، كيفاش غادي نترشح، واش غادي ندفع الميل، واش غادي نسيب في شبرا، شنو غادي ندير. سادسا الانتقاء الأولي، يعني غنتكلم على الانتقاء التمهيدي، كيفاش تيكون، شنو هي العتبه ديال النقطه اللي اختاروا العام اللي فات الى غير ذلك. واخيرا غنتكلم على الاختبار الكتابي. اذا كنت اول مره كتشاهد القناه لا تبخل علينا بالضغط على زر الاشتراك باش تشجعنا. نبدا على بركه الله. بالنسبه لاهداف التكوين وخصوصياتي، تهديف المدارس الوطنيه للتجاره والتسيير الى تكوين اطر مؤهله متوفره على خبرات تقنيه عاليه تمكنها من التكيف مع متطلبات التنميه الاقتصاديه والاجتماعيه الوطنيه والجهويه. هذه الاهداف ديال التكوين اللي كاينين في المدرسه الوطنيه ديال التجاره والتسيير. فين كاينين هاد المدارس هادو؟ بطبيعه الحال كاينه في مدينه اكادير، طنجه، سطات، الدار البيضاء، مراكش، الطنيطره، فاس، وجده، الجديده، الداخله، بنلال، واخيرا مكناس. هاد الترتيب هذا اللي كاين على حسب عدد المقاعد اللي كيطلبوا كل سنه، دائما يعني العدد الكبير ديال المقاعد اللي كيكون مفتوح في وجه المترشحين كيكون في مدينة أكادير، هكا مرتبين. ثم من بعد غندوزو لمدة الدراسة والشهادة المخولة، يعني شحال من عام تنقرا أنا في الأن سي جي. الأن سي جي تيقراو فيها الناس 5 سنين، وهاد 5 سنوات يعني 10 ديال الفصول، يعني 10 ديال لي سوميستر. يعني الفصول الأربعة الأولى كتكون يعني ترون كومان، يعني واحد الجزء مشترك، وهي بمثابة فصول تحضيرية للدراسات العليا في التجارة والتسيير. يعني الفصلان الخامس والسادس يعني واحد الجزء مشترك للتحديد والاختيار. اما بالنسبه للفصل السابع والثامن والتاسع فهي فصول التخصص. التخصصات اللي كاينين كاين التجاره الدوليه، كاين التسويق والعمل التجاري، كاين الاعلان التجاري والتواصل، كاين تدبير العلاقات مع الزبناء، التطبيق والتدقيق ومراقبه السير، والتدبير المالي والمحاسباتي، وتدبير الموارد البشريه، والتدبير اللوجستي. ولكن في نهاية هاد يعني السوميستر 10، يعني في نهاية هاد الدراسة هادي، كيديروا واحد تدريب ميداني، وكيجيبوا واحد يعني كيجيبوا مشروع ديال نهاية الدراسة اللي تسمى بي اف اس. هادشي اللي كاين بالنسبة لمدة الدراسة. والستاج راه كيبدا من الفصل السادس، من الفصل السادس كيبدا الستاج، يعني كاين ذاك الستاج ديال الاستئناف كيكون خلال الفصل السادس، وكاين واحد التدريب للتعمق خلال الفصل الثامن. هادشي اللي كاين في مدة الدراسة والشواهد المخولة، يعني الواحد التحق بهاد المدرسة هادي راه غادي يعرف أكثر. بالنسبة لشروط الترشيح، يعني شكون اللي بإمكانه يدفع لهاد المدرسة هادي؟ يعني أي واحد شاد البكالوريا أو لا بحال دابا هاد العام هذا يكون كيقرا مثلا في الباك اللي كتخرج ديك المذكرة، يعني كيدفع ليها. كاين شعبة العلوم الاقتصادية والتدبير، كاين شعبة العلوم الرياضية أ أو بي في 2009، وشعبة العلوم الجرية. ملي كنقول العلوم الجرية يعني مسلك العلوم الفيزيائية، مسلك علوم الحياة والأرض، مسلك العلوم الزراعية. كلهم هادو بإمكانهم يترشحوا لهاد المباراة باش يولجوا للإنتاج. ثم الجديد اللي كاين هو أن سيرة البكالوريا المهنية أيضا تمسلك التجارة ومسلك المحاسبة ومسلك اللوجيستيك، فهم كيدفعوا للإنتاج. هذه هي شروط ديال الترشيح. كيف هي الترجيح؟ يعني كيفاش تندفع انايا لهاد المباراه هذه؟ يعني المترشحين الراغبين في اجتياز هذه المباراه ديال الان سي جي، يعني كتخرج واحد المذكره وزاريه، الوزاره اللي كتخرجها، ومن بعد كتحل هذا الموقع هذا www.tafan.ma، وتدخل المعلومات ديال كلهم اللي كاينين اللي مطلوبين تما. راه كتمشي معاهم مرحله بمرحله، وقبل ما دير شي خطا ولا شي حاجه، وكتحاول تكلاسي دوك المدن اللي فيهم دوك لو ان سي جي، تكلاسيهم على حسب الاختيار ديالك، يعني اللي قريبه ليك وانت غادي، ولا على حسب عدد المقاعد اللي مطلوبه باش يكون عندك حظ اكبر. بالنسبه للانتقاء التمهيدي، انا دابا تسجلت في الموقع، اشنو غادي يوقع؟ يعني كيفاش غادي يختاروا التلاميذ اللي مقبولين؟
تيديروا هما تيحسبوا 75% من المعدل ديال الامتحان الوطني، وكيحسبوا 25% من المعدل العام ديال الامتحان الجهوي. يعني كاين شي الامتحان الوطني 0.75 مضروبه في الامتحان الوطني زائد 0.25 مضروبه في الامتحان الجهوي، وتتحط لا نوت وتبداو تيكلاسيو. ومن بعد ما تيسيليكسيونو داك دوك اللي عندهم لي بون نوت القانون كلهم، يعني كيعاود يلوحوا النتائج في نفس الموقع اللي تسجلتي فيه. نشوفوا العتبات، يعني العام اللي فات شحال على شحال هزوا. بالنسبه للعلوم الاقتصاديه هزوا على 12.55، سيونس مات 13.40، فيزيك 15.40، اس في تي 15.40، العلوم التقنيه هزوا على 15.40. هذه بالنسبه للسنه الفارطه سنه 2019، هذو هما العتبات. ملي كنقول 12.55 ماشي في المعدل العام، راه بداك الحساب اللي حسبنا 0.25 25% ديال الجهوي و75% ديال الوطني. بالنسبه للاختبار الكتابي، هذا الاختبار الكتابي راه عنده واحد الناس يقول لي طافان كيفاش تيكون، كيفاش داير الى غير ذلك. من بعد ما كيخرجوا لا ليست ديال الناس اللي تقبلوا من خلال داك الانتقاء التمهيدي شرنا ليه، انهم كيكتبوا النقطه كيعيطوا عليهم، كتخرج واحد الكونفوكاسيون داك السيت، كتجي كدوز الاختبار الكتابي. هذا الاختبار الكتابي اشنو كيكون فيه؟ الاختبار الكتابي كيكون المحاضر ديالو على شكل تالي، كيكون واحد البروف الاولاني ديال الحفظ، يعني هذا الاولاني ديال الحفظ كيفاش تيكون؟ كيعطيوك واحد لو تيكست، واحد النص تقراه في مده تقريبا 20 دقيقه او نصف ساعه، وحاول ما امكن تعقل على جميع المعطيات اللي فيه، سواء المعطيات الرقميه، العنوان ديالو الى غير ذلك. من بعد داك لو تيكست كيتحيد منك، كيحطوا لك ورقه الامتحان فيها 20 سؤال، كتجاوب عليها 20 سؤال متعلقه بذاك النص. فهم؟ من بعد غادي ندوزو للجزء الثاني من الامتحان. يعني كيف يكون فيه؟ يكون فيه دي بروبليم في الرياضيات بطبيعة الحال، ولكن ما تكونش داكشي ديال لي ليميت ولا لي فونكسيون ولا كذا. دي بروبليم كيكونوا غير مسائل اللي هما بساط غير ركز معاهم، هما هما اصلا كيعطيوك اختيار من داك، يعني كتختار غير واحد الجواب اللي هو صحيح. ثم من بعد المحور الثالث في الامتحان باش كيكون فيه، يكون فيه 30 سؤال متعلق بالثقافة العامة، الرياضة، بعض الأدب، واحد شوية من الأدب إلى غير ذلك. يعني تكون أسئلة متنوعة. راه غادي نحط لكم الامتحان، هذا الامتحان هذا في الكومنتار في التحت، يعني اللي بغاه يمكن يتيليشارجيه إلى غير ذلك. ثم الجزء الرابع من هذا الامتحان هذا شنو كيكون فيه؟ كيكون فيه 30 سؤال في اللغة الفرنسية، يعني كتكون في لورتوغراف، ليكسيك، غرامير، كونجوغيزون، كاع داكشي اللي شفتو في التخيمير، كله كاين تما فين كيتحط. تبدا تختار نتايا، كيكونوا يعني اسئلة متعددة الاجوبة، يعني كل ملي كتختار الجواب صح صحيح هادشي اللي كاين. الى عجبكم الفيديو خليو ليا جيم، ولا ما فهمتيش شي حاجة خليو ليا كومنتير. ونكون بهذا قد انهينا هذا الفيديو هذا، والى اللقاء في فرصة قادمة.